إن الشعوب حينما تحتفل بأعيادها الوطنية إنما تفعل ذلك تمجيدا لأيام في تاريخها مشرقة. وحوادث من الزمان نادرة. إن الأيام في حياة شعبنا لا تقاس بوحدات الزمن، وإنما بوزن ما تفتحه من آفاق وما تلهمه من أفكار وما حولته من الآمال إلى واقع حي. لتأخذ مكانها بين طلايع الشعوب السائرة من أجل التقدم والسلام والرخاء. في هذا اليوم الخالد منذ 4 سنوات أشرقت على أرضنا الطيبة شمس جديدة أوقدت روح الوطنية وألهبت حماس المواطنين. فهبوا يشيدون النهضة ويستعيدون أمجاد الماضي العريق ويؤكدون للعالم أن حياة الشعوب لا تحتسب بالسنين وإنما تحصى بالإنجازات التي حققتها على طريق التطور الحضاري. والنمو الشامل في المجالات المختلفة ومدى تأثيرها في قضايا العالم وتأثيرها بتفاعلاته المتجددة. لقد تمكن أبناء هذا الوطن العزيز من تحقيق نتائج إيجابية في شتى المجالات،